كوكاكولا، هناك رئيس جديد لشركة كوكاكولا في العالم اللي هو جيمس كوينسي، اللي جاب واحد الرؤية من أجل المستقبل اللي جديدة على كوكاكولا بزاف، وهذه الرؤية كتمثل في العروض ديالنا اللي دابا غادي تدوز من كوكاكولا والمشروبات الغازية للمشروبات أخرى اللي باغيها المستهلك كيف ما بغات تكون. يعني غنبقاو في المشروبات، ولكن غنحاولوا اننا نوسعوا العروض ديالنا باش نستجبوا لجميع الاذواق ديال المستهلكين. يعني يمكننا غدا وعدو تصيبنا في اتاي بري ابواغ، يعني اتاي معلب، يمكن لك تلقانا في القهوه معلبه، يمكن لك تلقانا في دي بواسون لاكتي، يعني مشروبات بالحليب. هذه هي الفكره الاساسيه. الوغ من الالتزامات ديالنا اللي هضرنا عليها واللي اتينا بها من مورا ما قمنا بواحد العمليه انصات للمستهلكين والاهتمامات ديالهم، من هاد كاين هاد القضيه ديال ان انا ما كنديروش الاشهار، ما كنسيبليوش، ما كنحاولوش نقيسوا في الاشهار الدريورات اللي قل من 12 عام، لاننا كنقولوا بان الدريورات اللي قل من 12 عام ما عندهمش لا كاباسيتي انهم يقوموا باختيار وجيه في هذاك السن هذا، وان الاشهار كيساهم انه يدفعهم لهذا الشيء ولا هذا الشيء.